طبعا لا بأس أن أشير هنا إلى أن المدافعين عن نظرية التقليد يعني يوضحون دائما، كثير منهم على الأقل يوضح لأنهم أن نظرية التقليد لا يقصد من كلمة الجاهل، رجوع الجاهل العالم أو رجوع العامي إلى العالم، لا يقصد من هذه الكلمة أي معنى سلبي أو معنى تحقيري كما يريد بعض الناس أن يصوروها أو أن يوظفوها توظيفا، يعني يستغلوها بطريقة سيئة. المراد بهذه الكلمة يعني الشخص غير المتخصص في هذا المجال، يعني شخص غير متخصص يرجع إلى الشخص المتخصص، الشخص الذي لا يملك الخبرة الكافية يرجع إلى الشخص الذي يملك الخبرة الكافية. حتى هم يقولون نحن لا مانع لدينا أنك أنت تطلق علينا أننا جاهلون بالعلوم الفيزيائية أو بالعلوم الطبية أو بالعلوم الكيميائية، ما نعرف، نحن لسنا متخصصين، فنحن كجاهل نرجع إلى العلماء المتخصصين، وهذا هو ديدننا أيضا في الحياة، وكبار المراجع ديدنهم هكذا في الحياة. فلا تحمل هذه الكلمات أو هذه التعابير يعني كما شرحوا ذلك، لا تحمل معنى سلبي، لا تحمل قصد تحقيري والعياذ بالله، وإنما يعني تتضمن يعني إشارة إلى طبيعة الموقف لا أكثر. حتى كلمة تقليد التي بدا لها يعني دلالات سلبية معينة ليس المقصود منها يعني المعنى السلبي للكلمة، وإنما رجوع الجاهل إلى العالم. والجاهل هنا هو دائما جاهل نسبي، يعني لا نتكلم عن جاهل مطلق، وكلنا جاهلون بالجهل النسبي، يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى الذي بالنهاية جهل نسبي بشيء ما. طبعا لا، دعوني أستغل هذه الفكرة لأقول أنه بوجهة نظري الشخصية مرحلة الزمنية صارت تحمل سياقات وبارادايمات مختلفة، صار استعمال هذه الكلمات حاملا بطبعه لدلالات سلبية في العقل الجمعي، يعني سواء قصدناها نحن أو لم نقصدها. طيب ما دامت هذه التعابير كلمة تقليد وكلمة يعني رجوع الجاهل إلى العالم ليست تعابير تعبدية، ليست تعابير توقيفية، ليست تعابير دعانا الشرع لاستخدامها، فما المانع أن نتخلى عنها؟ ولأن صار الإطار الفكري يعني لا يتقبل مثل هذه، يعني ستضطر أنت إلى أن تشرح، فلنبتكر فلنجترح مصطلحات ولننحت مصطلحات بديلة يمكن أن تعطي نفس المضمون ولا تضر بسلامة الفكرة، لا تضر بروح الفكرة، لا تضر بمضمون الفكرة، وتتناسب مع الفضاءات الثقافية والفكرية والعامة في العقل الجمعي اليوم. لا بأس بهذه الفكرة، يمكن التفكير فيها لنحت يعني مصطلحات بديلة، ما دامت هذه المصطلحات يعني باتت تسبب شئنا ما بين بعض الالتباسات هنا وهناك ولو لم تكن مقصودة بالتأكيد يعني. طيب طبعا وهنا ايضا يقولون انه عندما يقال التقليد هو الاخذ بلا دليل، لا، مش بمعنى انه انا يعني يدافعون يقول لا اقصد نشر ثقافه القطيع، لا، هذا تقليد مذموم. عندما نقول التقليد شرعي، لا نقول اننا يجب ان ناخذ بالاشياء بلا دليل، وانما هو نفس التقليد مستدل عليه، ولذلك قالوا بان مساله التقليد ليست تقليديه بل ترجع لوعي المكلف، المكلف نتيجه وعي هو يقرر أن يذهب إلى هذا الطبيب، ونتيجة وعي هو يقرر أن يقلد هذا المرجع، فليس هناك ثقافة قطيع أو فقدان تام للأدلة حتى من البنيات التحتية أو البنيات التحتية، لا هذا ليس صحيح. على أي حال هذه